السلام عليكم ورحمة الله اخواتي حبايبي ومتابعينا في كل مكان. لايف نص الليل، طبعا احنا مش هنعرف نلغي لايفات نص الليل. هي من اجمل اللايفات اللي بعيش فيها اجمل اوقات مع اصدقائي واصحابي وحبايبي ومتابعينا في كل مكان. اللايف النهاردة بيمس كل بيت، اللايف النهاردة لكل العرايس على الجروب، او بالاخص كل عروسة على الجروب. الناس تجمع بقى، واللي يعرف حد من قرايبه من اصحابه من جيرانه في عروسه في البيت مقبله على الزواج بسرعه اعمل لها منشن، بسرعه اعمل لها منشن. وانا كده كده زيكم بشارك في الخير معاكم وبشارك الايه اللايف نفسه. فكله بقى يلا يا جماعه مع بعض كده نتسمي الله ونشارك لايف نص الليل. الصوت بقى أهم حاجة. مين اللي صاح؟ ميشو أحمد، ميسا ميسا، ماما عمار وبلال منورة الدنيا، أحلى أخوات في الدنيا وأجدع أخوات. ماما عمار، محمد عرفة، ملك العروض. ده النهاردة العروض بجد يا ماما عمار، النهاردة عروض الدمار يا ماما عمار. حلو أوي عروض الدمار يا ماما عمار، ده الواحد بقى بيقول شعر. يلا نبدأ مشاركات مع بعض، وكل واحد يشارك على صفحته الشخصية ولو مشاركة واحدة ولو منشن واحد لأصدقائه أو أصحابه. أهو دي الجروبات، جروبات إخواتنا وحبايبنا اللي بنفرح بمتابعتهم لينا والله. كده تمام، ونشغل اللايف عشان اشوف تعليقات اخواتي. يا سيف منور، بقينا 55، لا عاوزين نوصل ال 100 ونبدا دلوقتي معانا اول العروض 67. يلا 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 بسرعه بسرعه. فين اخواتنا اللي بيحبوا السهر مع لايف نص الليل؟ احنا النهارده على ارض امبابه، احنا النهارده على ارض امبابه، النهارده مش في الوراق، النهارده في القسم الثاني من الجروب في امبابه. بصوا بقى يا جماعة، عروض نص الليل ان شاء الله مش هتخلص طول ما انتوا بتدعمونا وبتفعلوا اللايفات دي، عمرها ما هتخلص. ابناء المحل للمفروشات، ده مكان بيبيع المفروشات باسعار رمزية، يعني موديلات دلوقتي باسعار زمان. هندخل ونشوف ايه اللي عندهم، ويا رب بتمنى العروض تعجبكم والناس كلها تيجي عند ابناء المحله. يا زيزو استاذ محمد، اول حبيب. حاجه اول حاجه احنا مبسوطين جدا ان حضرتك منورنا، تسلم لي يا رب. حاجه مبسوطين جدا بان انتم تتفرجوا علينا، ومبسوطين جدا ان احنا متابعينا من امبابه، واحنا من امبابه ان شاء الله، وهنفرجكم على حاجات كويسه جدا، عروض ممتازه وخصومات فوق الممتاز، وهنعرض معاكم حاجه حاجه. معانا مثلا استاذ محمد، ده عرض، ده عرض ممكن ايوه العروسه تحب تاخده. العرض ده عباره عن اربع فوط. استنى بقى واحدة 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 واحدة، يعني ده أول عرض معانا أربع فوط. أربع فوط. طيب. الخامة إيه الأول؟ الخامة قطن، كلها الخامة قطن. ونفرد معاكم برضو الفوطة كلها، بسم الله ما شاء الله. نشوف تفاصيل الفوطة كده، نشوف الشغل اللي في الفوطة، شغل كله عالي قوي. الفتلة نفسها، العلبة دي تمام، بتتباع بحوالي 320. العلبة فيها أربع فوط بالظبط، رقم واحد، شغل رقم واحد بجد. بتتباع بره بكام؟ 320. عندنا الاربع علب يعني 16 فوطه ب 1000 جنيه. يعني انت كده هتوقف العلبه ب 250 بدل 320. بالظبط، الله ينور عليك. يبقى علبه الفوط دي اول عرض معانا 250 بدل 320. العرض الثاني، العرض الثاني معانا ثلاث فوط زي دول، معانا ربنا الاول، معانا ربنا قبل اي حاجه. ايوه، ثلاث فوط زي دولت في العلبه، تاخدي منهم العلبه دي قبل اي حاجه، بتتباع ب 250. الله على الرصاصي، رصاصي ملوش حل. الله على اللون ده، استنى بقى، حلو قوي الفوطه دي، تصدق؟ لا ده احنا ناخد عليها وجهه سينمائيه بقى. طب لا. حط كده، حطها كده فريشه، حلوه قوي تفاصيل الفوطه دي يا جماعه، وخامتها جميله.
طب دي انا شايف العلبه فيها 3 ولا 4؟ 3. 3 هناخد بقى العلبه فيها بتتباع من حوالي 250 ل 260، احنا بتتباع بره العلبه 250 من ل 260. 250 ل 260. انت تيجي تاخدي الخمس علب يعني حوالي 15 فوطه ب 1000 جنيه، يعني العلبه يعني العلبه واقفه ب 200 200 بدل 250 260. بالظبط. ومش بس كده، انت العرض التاني معاكي مثلا نقشه ساده عايزه تدخلي معاه المنقوشه، شغال نقدر نعمل ده. ناخد الخمس علب ميكس بالظبط براحتك، 3 ساده واتنين الله منقوش كده. الله ينور عليك. انا بحب الساده. كلنا بنحب انا بحب الساده. عندك ما بحبش اي حاجه فيها شغل. صح، لازم طبعا. العرض التاني عندك ملايه المجد، طقم سرير كبير عشان كده ما بنروح الفنادق بنسرق الملايات والحاجات اللي عندهم. طبيعي. صح ده صح ده. لا لا انا بهزر يا عم، نسرق حبس كده. عندك العرض لا بيعجبنا، بنسرق الذوق بتاعهم. يعني يعني انت عمرك ما هتخش فندق لا وتلاقي فيه الوان ولا فيه مشجر ولا فيه الكلام ده، صح؟ سادة. اه كله ساده بالظبط كده. فاحنا بنسرق ذوقهم العالي. حصل. دي شوف بصلح بس. ايوه. عندك العرض الثالث لكن بتاخد الشامبوهات والشاي والحاجات اللي بتاعتك بتاعت الغرفه. ايوه. عندك العرض الثالث ودي ملايه المجد، ملايه طقم سرير كبير 5 قطع، الملايه واتنين خداديه واتنين مكتب. استنى بس، طقم ملايه المجد 5 قطع، سرير كبير، اتنين خداديه واتنين مخده وملايه كبيره، صح كده؟ بكام؟ ده بيتباع ب 260 270 و250. بره بيتباع ب 260 270 بالظبط. احنا عاملين الخمس ملايات ب 1000 جنيه يعني. ايه ده يعني الطقم واقف ب 200 جنيه بدل 270؟ الله ينور عليك. وادي شكل الله تاني. الله التالت. ايوه كده الرابع. ايوه هي دي العروض والخصومات والاشكال. عروض نص الليل براحتك النهارده مش هتخلص. احنا معانا بصوا على فكره ايه، مش عروض، طقم الصباحيه. بصوا بقى العرض ده بقى، تعالى لي كده. بصوا بقى العرض ده بقى، العرايس تجمع، العرايس تجمع. بص نتفرج مع بعض كده. ده تمن وارخص من طقم ملايه. طبعا الشياكه والدلع. ارخص من طقم ملايه. الطقم ده بيتباع بره ب 600 و600 وانت طالع. احنا عاملينه في عرضنا النهارده والخصم عشان خاطر اهل امبابه ب 500 جنيه. ايه ده يعني طقم الصباحيه ب 500 جنيه 500 وبره بيتباع ب 600 650؟ والاطفال بتاعه من 650 وانت طالع بعينه ب 510. وريني الاطفال بتاعه. الاطفال ده اتنين بقى، صح؟ اتنين اتنين ملايه، اتنين خداديه. اه الله، ايه ده ايه الجمال ده، شغل عالي قوي اقسم بالله، تحفه. الكميات زي ما انتوا عايزين، زي ما انتوا عايزين. ايه بتقول جبت الجهاز بتاعي من عنده، الخامه تحفه قوي والاسعار بجد مش كلام. الف الف مبروك يا استاذه ايه، مليون مبروك. مكانك وتنورنا في اي وقت، وكل اهل امبابه ينورونا في اي وقت والله. شباب محترمه، قسما بالله احنا ندعم الشباب دي من قلبنا. نفتح كده، ده بطانية جوفيا الحصان، الناس اللي كانت بتسأل عليها. ايوه ثواني بس، معصلها ده شويتين. هو في حد جوه ولا ايه؟ لا. في حد جوه ولا ايه؟ اهو جوفيا بطانية الحصان، الناس اللي كلها كانت عمالة تتكلم عليها. البطانية دي نزل منها بطانية اسمها بطانية الحصان. حصان دي كانت مشهورة جدا. بيسألوا فين العنوان؟ سألوا احنا موجودين في شارع التيار فكري، موجودين في شارع المدارس، ده متفرع من شارع التيار فكري او طلعت حرب. انت لو جيت عند مركز شباب امبابه هم على بعد 10 متر من مركز شباب امبابه، ورقم التليفون مكتوب في شرح الفيديو فوق، لسه سايبينه، والعنوان بالتفصيل. الله، استنى بقى، ايه الخامه دي يا عم؟ دي بطاريه. ايه الخامه دي يا عم؟ مقاس مترين 20 في مترين 40. الله الله على الملمس. استنى بس، ده دبل، ده دبل دبل صح؟ 8 كيلو. بسم الله ما شاء الله. بص يا جماعه الفينش ده شغل عالي قوي. الله، نفرد برضو من بعيد. اوبا، جايبين مقاسه ولا جايبين طولها؟ الله على الشياكه. البطانيه دي بتتكلم، ده بورتليه، بورتليه. اه والله، يعني ممكن تتغطى بيه بالليل والصبح تحطه على الحته تعمله خلفيه. والله الله ينور عليك. شو يعني حاجه عمليه عمليه يعني، بورتليه بجد. وخامه بسم الله ما شاء الله، والطباعه وش وضهر. نفس الكلام، وش وضهر. الله، حافل مورانو بقى، الناس كلها بتسأل. مورانو بيتكلم عن نفسه، ده بيتكلم، دي معروف. ست ايه الخدادية دي بقى؟ ده انا باخدها الله عايز انام عليها. تحفة بجد والله، دي هدية معاه يعني؟ دي هدية. ده بيبقى 6 قطع، بيبقى الخدادية دي ومعاه 4 خداديات، 2 سادة زي دولت. دول بالتلبيسة، الخداديات اللي هي معاك بتاعت السرير. الفرو على نفس المقاس بتاع، نفس الشكل بتاع اللحاف. بيبقوا حلو قوي. بيبقى وش في الفرو والناحية التانية بيبقى قطيفة. وريني كده الملمس. اوه لا، ملمس ملوش حل يا عم ده، انت وش ساده وش عليه فرو، وش ساده ووش النحالي، بس الفرو ده جامد قوي. لا ملوش حل، تحس ان انت نايم في حضن قطه شراز. بالظبط. صح، تشبيه رخم قوي. على فكره
تشبيه رخي صح. اه والله تحس ان انت نايم في حضن قطه شراوس الواناته كمان كلها موجوده تمشي مع السرير. بص لا وبص بقى التقفيل بتاعه، بص التقفيل بتاعه العلامه بتاعت مورانو. لا جامد بجد، بسم الله ما شاء الله، حاجه محترمه. انا اتضحك عليا ولا ايه؟ لا احنا نيجي نجهز من اول جديد. اتضحك عليا ولا ايه يا جدعان؟ لا لا عندنا بردك حاجات حلوه معانا. لحاف اطفال ده بقى يعني خدعه. لحاف ده لحاف اطفال. اه لحاف ده بقى فيه حركتين، هو يعتبر اتنين في واحد، وش لحاف عادي والناحيه الثانيه قطيفه. مدام ايه نورك يا ست الكل. ايه جيمي قول الاسعار، هنقول الاسعار. احنا في كل حاجه في اخر الفيديو وخصومات وحاجات هتمسككوا قوي. احنا هنقول في خصم بردك تاني، الخصم الشامل 10% على مشتريات اي فاتوره تتعدى ال 5000 جنيه. تمام؟ لو اي عروسه جت اشترت حاجات وتعدت ال 5000 او جابت ب 5000 في خصم اضافي على الكلام ده كله 10%. اللحاف ده بقى حور، ده لحاف اطفال بيبقى وش اللي هو اللحاف عادي فايبر. ايوه عندك برضه الناحيه الثانيه. الله 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 الله، تقدر تفرشه اتنين في واحد، اتنين في واحد ناحيه بطنية. ناحيه دي الخمس ما ايه فايبر والناحيه الثانيه قطيف. طب حلو والله الموضوع ده. مش بس كده، طقم الحريه، الحريه ده اعلى براند ملايات موجود في مصر، قطن 100%. طقم الحريه ده اعلى براند، ده اعلى براند. اه انا بص عايزك تنزل لي كده على التفاصيل بتاعت الجوبير بتاعته. طب بالله عليكم كده وانتوا قاعدين ومركزين معانا، بالله عليكم شجعوا الشباب اللي زي الورد دي بالمنشنات والمشاركات. والله العظيم بالله عليكم روما احمد اخواتنا كلهم اللي فاتحين، لو بجد انتوا عاوزين تدعموا الشباب دي مشاركه واحده على صفحتكم الشخصيه، مشاركه واحده، خلي الخير ده، خلي الخصومات دي توصل للعرايس اللي مش قادره بجد تجهز، اللي شايلين هم الجهاز، انتوا شاركوا لهم الكلام ده، يمكن بسببكم تساعدوهم على انهم يجيبوا حاجتهم. في كتير قوي بيبقى بيسمع اسعار بره عاليه قوي، ما يعرفش يجيب طقم ملاية ب 200 جنيه، ما تعرفش تجيب مثلا علبتين فوط، الاسعار بره عدت. فلما يلاقوا العرض او الخصم ده هنا انتوا هينبكوا صواب، وفي نفس الوقت نكون بندعم الشباب دي، لان اليومين دول الدنيا واقفه مع الجميع، اغلب الناس الشغل واقف معاها. فانتوا كده بتدعموهم بيد بمشاركتكم بطريقه غير مباشره، مشاركه بسيطه بصباع ايدك كده على كلمه شير او مشاركه، انت خلاص بمنشن لحد مثلا من اصدقائك من اصحابك كان نازل يجيب حاجه. خلاص روما مروان منورانا والله. اسم المحل والمكان، ابناء المحل المفروشات موجودين في شارع المدارس متفرع من الطائر فكري او طلعت حرب، رقم التليفون بتاعنا 011 2 8 600 958. لو في اي عروسه بردك ممكن عايز تاخد الرقم براحتك. لا قصدي عروسه تيجي تشتري حاجه ما تفهمش تفهمش غلط. بص بص يا عبد الله ده بقى شغل فاهم غلط ازاي، ده شغل عالي قوي. دي بقى الملايه والكوفرتا، ملايه نازل معاها طقم كوفرتا، ملايه معاها طقم كوفرتا ومعاها طقم كوفرتا، ده جديد ده بقى 100%. الله بص يا حسين الفينش بتاعها، لو الفينش بتاعها كفايه ملايه معاها طقم كوفرتا. بص كده انزل على الشراشيب بتاعت الكوفرتا بتاعتها. بيسالوا ملايات الاطفال بكام؟ ملايات الاطفال بدا معاكي من اول 350 ده غير الخصم، معاكي لحد 950، يعني عليها خصم، عليها خصم كمان. اه كل حاجه فيها خصم، فيها كل حاجه فيها خصم، كل حاجه اتعالي اسالي على المنتج، وبعد ما تسالي عليه وتعرفي السعر قولوا له خصم الجروب، خصم مباشر مدينه الوراق ومبابا ايه، بس كده عشان تعرفي ان انت واخده خصم ولا لا. في حاجه كمان عاملينها ميزه، الحاجه دي مثلا لو هي جت وفي حاجه مثلا ناقصاها من العروسه، الحاجه دي في شكل معين عايزاه ومش موجود نقدر نوفره لها، طالما هي جت لنا في الفتره اللي فيها الخصم اول ممكن الفتره دي عد نقدر تستفيد بالخصم، مفيش اي مشكله. جميل جميل حلو. دي بطانيه الاطفال الناس اللي عايزه عليها رسومات. وخامتها تحفه، تعرف ان انا ما بحبش اتغطى ببطانيه تقيله، ما بقتش يعني ما بقتش افضل حاجه. اه افضل اه والله العظيم. أنا يعني بطانيه مثلا دي 4 كيلو ولا كام؟ دي حوالي 3 3 كيلو. اه انا احب ال اوريك دلوقتي بطانيه تحتيها فرن كمان 3 كيلو فرن. لا انا اوريك بطانيه دلوقتي 4 كيلو انزل تحتها. يعني انا عاوز اقول لكم انا احب الحاجات اللي هي الوسط 3 كيلو اقصى حاجه 4 كيلو حتى تبقى انت مش مخنوق. اه لا انت بتنام براحتك. اه ده حقيقي. دي وش كمان حفر والناحيه الثانيه بيبقى ساده زي كده، يعني ناحيه ساده فرو خفيف
وناحية حرف مجسم 3D. البطانية بقى جميل الكبير دي حوالي 4 كيلو بس انزل تحت. فنجان القهوة أو كوباية الشاي وقعدي اتفرجي كده، ونقي جهاز بنتك براحتك كده وعلى مهلك. دي بطانية مرانة. اللي مش هيجهز من دلوقتي البت مش هتتجوز، هتعنس. اسمع الكلام من دلوقتي، وهي عندها سنة سنتين، ابدأي جهزي لها من دلوقتي. دي مورانو بقى، بطانية حوالي وزنها 4 كيلو، بتنافس مورا الأسباني. مورا الأسباني الناس طبعا تعرفها، سعرها عدى ال 5000 وشوية. دي حاجة دي بتنافس مورا الأسباني. اه دي وش بيبقى حفر زي كده، والناحية التانية سادة. جميلة دي قوي، دي حاجة محترمة قوي. اللحاف الكبير لا، ده لسه، ده عندهم شويه حاجات، ده هم فرجوني على شويه حاجات عاوز اقول لكم. تحف بسم الله ما شاء الله. الطقم ده بقى تنسوش، طقم الميليات الخمسه ب 1000، الطقم ب 200 جنيه بدل 250 الواحد. بص الطقم ده بقى، ايه ده بقى؟ استنى بس، اقفل تاني كده، اقفله تاني وصل البتاع بتاعته عشان ايه. مش ده المفروض طقم ملايه؟ اه. امال ايه الملحق اللي معاه ده؟ المفاجاه بقى، جاي معاه طقم فوت هديه. طقم فوت هديه مع طقم الملايه؟ الله ينور عليك. ده جديده دي، ده جديده، ده جديدة دي. وده منظر طقم الملاية؟ طقم الملاية كلها موديلات. الله 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 الله. بص برضو شايفين الجمال؟ بص طقم الفوط بتاعته. بص الطقم ده كده، ليش كده من تحت حركة صياعة حلوة قوي. بص اللون التاني بتاعه، ده طقم ملاية تاني بقى، طقم ملاية تاني تحفة. بص ده كمان، الله، ده لون تاني من طقم الملاية اللي معاه طقم الفوط. ده لون تاني، الوانات كتيره، حاجات يعني فوق الشيء. ده في عرايس ممكن بتيجي تفرشه مفرش صباحيه اصلا من حلاوته. الطقم الملايه من حلاوته بيتفرش مفرش صباحيه من حلاوه الطقم ده. حلاوه. طب والله يا بلاش مفرش صباحيه. يعني انا ده حلو كل حاجه، بس عاجبني قوي فكره ان طقم ملايه مع الفوط بتاعته مع طقم الفوط هديه. عاجبني جدا الموضوع ده. البطاريه 4 كيلو بكام؟ البطاريه ال 4 كيلو انا بعت لكم التفاصيل كلها على الواتس، هي من تحت ال 500. من تحت ال 500 تمام. نيجي بقى للحاف الجامد ده، دي حاجه كده. عينينا الاثنين يا استاذ عمل. اول حاجه بس نوريك الكوبايات بتاعتك. ايوه. ده ايه ده بقى؟ ده ايه ده؟ ده لحاف كبير. وده دي قطعه مع اللحاف دي خدوديه؟ دي الكوبايات بتاعته. لا يا شيخ، بالشكل ده كده والسمك ده. بص كمان بقى في حركه سوسته. ايه ده؟ ايه ده؟ سوستة واخدة جيب يعني، واخدة كفر عليه عشان ما تبانش. ده هي اساسا الكفر لوحده هو خدودية. بقول لكم الكفر لوحده خدودية اساسا. ده اتنين جاي طالعين مع اللحاف بالظبط. هو اللحاف بيبقى تلات قطع بيبقى خدودية. ايوه. بص بقى اللحاف الفرق. ده الحاف؟ ده الحاف. ممكن تاخده مكان البطانية اصلا. يلا بيضة. ده بطانية يا عم. بص عايز اوريك كثافة الفايبر بتاعته. كثافة ده بطانية يا عم. عشان تعرفي اللحاف نضيف ولا لا، تعرفين من كثافة الفايبر بتاعته. اللحاف ده يعني كثافة الفايبر بتاعته تقريبا من اعلى. هي الملاية ام كوفيرتا بكام؟ ام فوطة. ام فوطة دي عاملة في ال 500. تمام. بص شكل اللحاف. بص اللحاف عامل ازاي يا جماعة؟ بص سمكه. والفرو بتاعه والناحية التانية كده. بص السمك. بسم الله ما شاء الله. في حاجات لا لا، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بجد شغل محترم وحاجات يعني انا شايفها جديده. شوفوا شويه فوق بقى. ايوه دي شغل عالي قوي. الناس اللي تعرف السروجي دي حاجات بتنافس السروجي. السروجي 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 اللي هو بتاع العربيات. لا لا ده بتاع فوق. ماشي. من اعلى براندات. اه عندنا حاجات بتنافسه. دي خامته ايه بقى؟ دي خامته قطن 100%. قطان قطان 100%. عايز بقى اوريك دولت. بص الخامه ابسون ده برضو من اعلى المصانع. الله لا انا شايف دي قيمه قوي. دي اسمها ابسون. منتج مصري 100% قطن 100%. مصر الفوطه بتاعته كبير، مدخل فيها تطريز وجوبير. بص مصر تحفه، ميكس الجوبير مع التطريز مع الشغل العالي ده. لا لا دي تحفه دي، وحجم الفوطه كبير على فكره. بص يا جماعه الفوطه دي، ده بقى الشغل التركي. الناس اللي بتسعى اوبا ده وكمان متاح الشغل. دي حاجة عالية لوكس دي بقى. بس الفوطة بتاعتها عايزك كده فوطة فوطة. هي فوطة فوطة تقفيل شكل. عايزك تنزل لي على الخامة بتاعتها. والفتلة بتاعتها ناعمة قوي. الفتلة بتاعتها ناعمة. اوعى
البرنس ده 3 قطع سعره كام؟ طب ما نقول سعر. سعره 550 جنيه بجد والله. البرنس 3 قطع. البرنس كله 3 قطع ليه بقى؟ الرجالي واثنين حريمي. في حريمي بتسال عن مثلا هو القب، عايز القب معايا ازاي يعني معاي. قطعتين حريمي وقطعه رجالي بقى وب 500 بس. ب 550 بس. ب 550 بس كده. اوبا شغل ده الرجالي. ده الرجالي حلو. حريمي بيبقى ده. ده القطعه حريمي ومعاه البرنس. ومعاه البرنس بتاعه. خامة تحفة، شغل عالي ب 500 كل الطقم على بعض. عايزك بقى تجيب لي اللحاف اللي هو هيجيبه ده. ده اطفال اطفال حاجة يعني ممتازة جدا. هبة بتقول لك في توصيل؟ متاح توصيل يا ست الكل. رقم التليفون مكتوب في شرح الفيديو فوق. 11-2-8-600-9-5-8. بص انا عايزك بقى تنزل اللحاف ده، لحاف اطفال. ده لحاف اطفال. بسم الله ما شاء الله. الرسمه بتاعته اهي. بيعمل الحفه اللي انت جايبها. في ناس بتقول عايزه اللحاف اللي هو ايه؟ رسمه شبابي. بص ده رسمه شبابي. بص المنظر. ده لسه لما هنفرده كمان. بص المنظر، تعال نشوفه بقى على الحقيقه. هم في شبرا مصر. متاح يا فندم لاي مكان. لاي مكان في مصر موجود ان شاء الله. الكثافه بتاعته. اللهم صل على النبي بجد. ده شبابي، لو الناس عايزه الشبابي. ده الوش. ده الضهر. اقسم بالله تحفه. ده الوش بتاعه. تحفه. هو ده اللي بنشوفه في المسلسلات التركي. والبنت متدلعه بقى ومتغطيه كده بقى جوه البتاع ده، صح؟ ده يغطي اللحاف السرير اطفال بزياده. اقسم بالله تحفه. فن تجريد. بص يا جماعه ده لحاف اطفال. بص اللحاف التطريزه بتاعها شكلها جميله جدا. لا واخد شغل، واخد حقه صحيح. بص الجمال، تحفه فنيه. ده بورتليه بجد. ده لا تعليق. والوانه موجوده، السيمون بتاعه ملوش حل. الملايه ام كوفيرتا في منها اطفالي؟ في منها اطفالي. متاح منها اطفالي يا ست الكل. في حركه برضو، وريني كده الكوفيرتا دي. بس انا عاوز اقول لك حاجه، اللحاف تحفه. بص بقى اللحاف ده، بص بص الخدوديه بتاعته. بص الخدوديه بتاعته يا جماعه. بص ايه الجمال ده؟ الله. ايه يا عم الملمس ده؟ حاجه خيال. بص بقى الكوفيرتا دي. بيقولوا ما ينفعش عرض من غير سعر. هستاذنك لما تطلع حاجه قول سعرها. حاضر. ما تزعلش الناس. ما اقدرش ازعل. احنا بس يا جماعه انا بندمج معاه في عرض الحاجه. عشان بس الحاجات فبنسى بس معلش. نزاول بس. دي كوفيرتا تريكو قطن 100%. كوفيرتا تريكو قطن 100%. قطن 100%. كله هاند ميد. يعني انت ممكن بعد ما تزهقي منها ومن الاستايل بتاعها تقصيها تعمليها كوفيات. ممكن والله. ممكن. صح كده؟ وبشكيله. ايوه. في بقى عرايس بقى من معاهم. اعملي اي حاجه باي حاجه. اليومين دول مفيش حاجه تترمي. بالظبط. اي حاجه استغليها. خلاص. في بقى حركه حلوه بعملها مع الكوفيرتا دي. مثلا عروس عيد. البطانيه اللي 4 كيلو بكام؟ في قلنا في ال 500. في رينج ال 500. تمام. الكوفيرتا دي بقى بنعمل معاها حركه حلوه قوي. عروس عايز تاخد ملايه بكوفيرتا بس الطقم غالي في ال 2000 وشويه وال 3. تمام. ممكن تاخدي كوفيرتا زي دي ثمنها في ال 700 تريكو قطن 100% تركي مع طقم ملايه متهاوت، تلاقي نفسك طالعه بحوالي ربع الثمن كمان. مش نص الثمن ولا كل الثمن. انت بتلاقي نفسك موفره كتير. دي الوانها؟ وفي الوان منها تاني جايه بكره ان شاء الله. حلوه قوي فكرتها. بصوا هي على السرير. بردك هي شغل سبيشال شويه. شغل هادي كلاسيك. بص برضه انا عايزك تشوف طقم الفوط ده. ده انتوا طقم الفوط عندكم اشكال بسم الله ما شاء الله. الفوط عندنا يعني بنحاول نجيب احسن حاجه. لا هم جايبين تشكيله كبيره من الفوط. حجابي جنتي ده نورك يا ست الكل. بص الطقم. شغل من تحت جوبير وشراشيب. بيسالوا اللحاف بكام؟ اللحاف انهي واحد بالظبط؟ ما احنا عرضنا كام واحد تحفه. بس التحفه الاخير ده اكيد ده معدي. بسم الله ما شاء الله. هو يستاهل. هو يستاهل. لا انت لو شفته كمان. بس انا عاوز اقول لك حاجه، هو الحاف. هو لا ما الله اكبر. يعني بص من الاخر انت لما تكون عاوز تاجز يومين تنام تحتيه ومش هتنزل. ده برضو فوط اللي هو المقاس اللي هو ال 50 في متر بالظبط. بالظبط 50 في 90. احنا هنا الحمد لله فاهمين الاسعار والعنوان. طب احنا هنقول لك العنوان عشان الاسعار هنقولها مع المنتجات. بالظبط. احنا يا جدعان موجودين في امبابه. علي صوتك. موجودين في امبابه في شارع المدارس متفرع من التيار فكري او طلعت حرب. ورقم التليفون 011-2-8-600-9-5-8. ده اللي بتقول لك الحاجه تحفه بصراحه بتزغلل العين. ده لازم طبعا لازم تيجي هنا نزغلل لك عينك. هي بتزغلل العين لكن بترعش الايد عشان انا اللي عمال المسها. ده لازم اللي يكون عاوز ابص يا جماعه. بص اللحاف. اللحاف عامل ازاي؟
انا عيد ميلادي كان من كام يوم، حد يجيبوا لي هديه؟ انت كفايه ان انت نورتنا بس. الله يكرمك. بص اللحاب عامل ازاي جنب، بجد بسم الله ما شاء الله. بس احنا كده تقريبا خلصنا، والعرض بقى اللي احنا كنا قايلين عليه، واحنا يا جدعان المفروض كنا عاملين عرض، عاوزك تعلي صوتك بقى يا زيزو، عاملين صوتنا، كنا عاملين خصم 10% المفروض كان بدايته من الجمعه اللي فات لحد الجمعه اللي جايه، بس طبعا عشان خاطر الاستاذ محمد واهل امبابه كلها العرض هيمد 3 ايام، يعني هيخلص يوم الاحد، دلوقتي تقريبا هيبقى 19 2، وفي توصيل جوه امبابه. عاوزين من بكره كلنا نيجي نستفيد بالعروض دي لازم طبعا. وبرده حاجه العرايس، تعالي خدي فكره، انا مش هقول لك اشتري، شو معاك المحل بتاعك اشتري، تعالي خدي فكره، اتفرجي على تشكيلة الفوط، تشكيلة الملايات، تشكيلة البطاطين، عندك حاجات كتير كتير قوي لسه ما عرضناهاش، عندك الأطفال اللي هي المجسم على شكل على الرسومات والكلام ده، الفوط برضه ما عرضناهاش، في حاجات كتير جدا، طقمة ملايات تحفة ما تعرضتش، يمكن احنا عرضنا بعض العينات، عرضنا بعض التحف وللحفة اللي الواحد النهارده هيقضي معاهم ساعتين ثلاثه كده، ايه تجربه هنا. ماشي ماشي. هو ما بيتاجرش براحتك، انا قلت لك عايز تكون براحتك كله. وبرده في حاجه يعني احنا ممكن ناجره، ممكن نشغله. لازم تيجوا يا جماعه، والله لازم تيجوا، لازم تيجوا. انا ممكن النهارده قلنا سعر بعض العروض، طب نقول اخر اول عرضين بدانا بيهم نقولهم بسرعه، العرض اللي هما الخمس ملايات، الخمس ملايات ب 1000 جنيه، طعم الواحده بيتباع ب 3000، طعم الملايه خمس قطع ملايه، اتنين خدوديه اتنين مخده، بدل 250 في العرض خدي خمسه ب 1000 جنيه، يعني يقف الطقم ب 200 جنيه فقط بدل 250. عندك العرض الثاني اللي طقم الفوط بدل من 250 بيقف في العرض ب 200 جنيه، عشان هتاخدي خمسه بال 1000 جنيه، خمسه قمه ماشي، او خمس علب، كل علبه فيها ثلاثه ساده ومشجر، في ساده في مشجر، غير بقى عروض كتير على الملايات وعلى البطاطين. بصوا الموضوع كبير ولازم تيجوا، ونقول لهم العنوان تاني، احنا موجودين في شارع المدارس عند متفرع من شارع الطاهر فكري او طلعت حرب، رقم التليفون 011 2 8 600 958. وحاجه برضو لاهلنا، وحاجه برضو لاهلنا، اي كميه لو مثلا في حاجه انت عايزاها وخلصت هنجيب لك زيها، وطالما انت جيتي في الفتره اللي هي موجوده شغال في العرض هتتحاسب انها في العرض عادي، اول ما تعدي ال 5000 تقدري تاخدي خصم 10%. منتظركم، تنورونا، السلام عليكم. ابناء المحل المفروشات بيعمل دايما عروض وبنكسر الدنيا، مستنينكم تنورونا. تحياتي مع لايف نص الليل، ادعمونا شجعونا بالشير، هنفرحكم بعروض كتير، وربنا يفرح كل بنات الجروب ونحضر افراحهم ان شاء الله.